تميم لويز من ولاية خنشلة، عمري 25 سنة، دخلت ميدان الحدادة الفنية، عندي درك براسك 5 سنين مع الوالد نتاعي. امام الوالد نتاعي عنده براس 30 سنة، خرج جيال في الحدادة الفنية. تحولت المهنة هذه، دخلت الاول شوي لقيتها شوي صعيبة وشوي مع السخانة و بليس الحديد، ضربت براسك واحد عام كاك، دخلت المركز التمهين. لقيت الوالد تاعي يخدم الحوايج تاع ديكوراسيون، حوايج تاع ديزاين، بشوي بشوي تعلمت عليه، زيد عليه حتى نزيت المهنه هذه، ودرك راني كاليفي في المهنه هذه، وراني نخدم حوايج تاع ديزاين، حوايج تاع ديكوراسيون. إقبال كثير خاصة في حوايج نخدموهم تاع ديزاين وديكوراسيون، هادو برسك يهزو حوايج هكا يديهم للدار يحطهم حاجة مبلي في الدار، هذا دخل بقوة حتى هي الحوايج تاع ديزاين سيرتو في لوفار بعد، ولا دخل بزاف للدار. مجال مليح بزاف، خلاص اون بليس يفتح عليك بيبان الرزق دركا. اكزومبل باش ما تبقاش قاعد وما كدير في والو، تروح تهز حرفه، تهز ديبلوم في حاجه، اون بليس تروح دير عنده وكاله التشغيل الوطنيه، دير دوسي تاعك، تهز تبدا تخدم على روحك، تسترزق على روحك، اون بليس تخدم عند روحك، فهمتني؟ سما انت اللي حاكم المؤسسه الصغرى تاعك هذه.